عايزين نبارك لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح لدكتور محمد سراج ونبارك له على الهواء مباشره. يا دكتور الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. يعني سعداء جدا جدا بما يحققه النادي الاهلي وفخورين جدا بوجودنا في هذه المنظومه الرائعه الحقيقه دكتور محمد. والله يا كابتن اسلام الحمد لله، طبعا يعني احنا كلنا فخورين، دايما بنكون فخورين بالنادي وبانجازات النادي الاهلي وشيء بنعتز به، يعني لان احنا جمهور قبل ما نكون مسؤولين، والحمد لله يعني اللعيبه كانوا على قد الثقه ولعيبه رجاله وقدوا ما عليهم، اجتهدوا مش بس البطوله دي، يعني هم بقى لهم كذا سنه بيجتهدوا الحقيقه، هم والجهاز الفني والاجهزه الفنيه السابقه، والحمد لله يعني هم اجتهدوا وكانوا يستحقوا كمان اكتر من كده، لكن الحمد لله ربنا ما شاء فعل. ايوه ان شاء الله يكون القادم افضل يا رب باذن الله. زعلت لما يعني اتغلبنا المباراه السابقه على الرغم من الاداء الرائع اللي عملناه؟ جدا. يعني النهارده كان نفسك تشوف النادي الاهلي بيلعب مانشستر سيتي، ولا بعد ما شفت مانشستر كمشجع بقى مش كعضو مجلس اداره، يعني انا عايزك تتحرر شويه من، لكن كمشجع كان بعد ما شفت مانشستر سيتي النهارده وفوزه على فلومينينزي، انا كنت سايبه اربعه، ما اعرفش خلص اربعه ولا كام، يعني كان اربعه تقريبا، فبعد ما شفت هذه المباراه حسيت بايه؟ والله يا سلام انا عايز اقول لك انا يعني تابعت مباراه النادي الاهلي فقط، والله حقيقي يعني متابع المباراه الثانيه. ويعني شفت ماتش النادي الاهلي وخلاص، طبعا سمعت يعني سامع النتيجه انه جابوا جول اول وجابوا جول ثاني، ويعني بسمع بس انا ما شفتش الماتش فعلا، لان انا ما احنا مش طرف فيه، فمش هبقى مستمتع بان انا يعني اتفرج على الماتش بكل صراحه يعني. لكن لا يعني بصراحه برضو لو مانشستر سيتي خلص الماتش 4-5 ولا 6 حتى، لا احنا برضو النادي الاهلي وبنبقى حاضرين في المناسبات الكبيره دي وبنعرف نلعب الفرق العالميه ازاي. صحيح. وكان عندي يقين ان لعيبتنا ما شاء الله عليهم يعني هيبقى عندهم ثقه زي ما ادوا قدام ريال مدريد، كانوا هيأدوا قدام مانشستر سيتي. ما فيش نصيب يعني، اكيد كنا نتمنى نبقى في النهائي لكن ربنا اراد كده، فهو الجيل ده الحقيقه بس كان يستحق يعني بالانجازات الكبيره اللي عملوها وبالمشاركات الكتير في كاس العالم، يعني كانوا يعني من انت كان في بس سوء توفيق شويه في المباراه مع اخطاء تحكيميه واضحه، فالحمد لله يعني ربنا لو ما شاء فعل ان شاء الله بقى في المناسبات القادمه نعوض باذن الله. دكتور محمد يعني انا هنا هكلمك عن مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه تقريبا انتوا قفلتوا اللعبه، يعني كل حاجه الحمد لله من الناحيه الانشائيه، من الناحيه التنظيميه، من ناحيه الالعاب الرياضيه بالكامل الحقيقه، سواء بعيدا عن كره القدم وبكل. السنه اللي فاتت عملنا حفله الاهلي استثنائي، كيف يفكر مجلس اداره النادي الاهلي في القادم؟ لان القادم اصعب بكتير. والله القادم طبعا اصعب زي ما قالها كابتن محمود الخطيب قبل كده، ان القادم صعب والقادم اصعب بكل بقى الظروف اللي بتحصل، كظروف اقتصاديه على كل الانديه يعني، فطبعا انت بتعاني او بتعافر ان انت توصل للقمه في ظل هذه الظروف. لكن الحقيقه هو من اول يوم كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي الاهلي مع مجلس الاداره الحالي مجلس الاداره السابق، راجل بيحط دايما استراتيجيه واضحه للعمل وخطوط عريضه لتحقيق الاهداف والطموحات سواء لجمهور او اعضاء النادي الاهلي، وبنجتهد معاه كلنا ان احنا نعمل على تحقيقها. والحمد لله يعني قدرنا نحقق يعني اعتقد يعني جزء كبير جدا منها، لسه عندنا يعني طموحات اخرى واحلام اخرى سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الفني. فانا اتمنى باذن الله توفيق من ربنا في ظل بقى الظروف اللي جايه دي ويكون الدنيا افضل ان شاء الله يعني. اخيرا يا دكتور محمد، كلمات لمجلس اداره النادي الاهلي ولجهازه الفني ولاعبيه وجمهوره. والله انا اول كلمه ابداها الحقيقه لل يعني معالي الوزير رئيس النادي العميد فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. احنا بصراحه مفتقدين وجامد وكلنا هناك، حتى كنا يعني مع الفوز بتاعنا الاول في التحديات كنا سعداء بيه، كنا قاعدين بنقول نفسنا يكون معانا ومشاركنا الفرحه دي، ويعني مفتقدين واكيد يا رب ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه. ودي اول رساله ليا يعني لشخص عزيز عليا زي عمرو فاروق، وطبعا يعني ابارك اكيد يعني كل زملائي في مجلس الاداره وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب، يعني هو راجل يستحق.
هذا التكريم من ال 24 ساعه في النادي في ظل ظروف صحيه في ظل صعوبات كتير وعمره بيتاخر عن النادي الاهلي وطبعا في النهايه يعني السند والظهر لجمهور النادي الاهلي هو الاساس وهو اساس الانجازات دي كلها طبعا بهدلهم يعني الحمد لله الفوز ده والانتصار ده. الف مبروك يا دكتور محمد وبنشكرك وبنهنيك على هذا الفوز والبرونزيه الرابعه للنادي الاهلي في من 9 مشاركات. الف مبروك يا دكتور محمد. دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي.